بنتي هاني خلتني مشتاقه. اي حبايبي كيفكم اليوم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم حاب اخذكم معي للصالون لانه حاب اغير الستايل تبعي. الستايل تبعي ما شعري مزيت. المهم صار لي تقريبا 3 ايام ما غسلته، بس المهم سويت هالحركه ليش؟ لانه راح اروح للصالون. طلبت منكم بالسناب شات انكم تساعدوني اي قصه شعر راح اسوي، اطول شعري اكثر ولا اخليه قصير. المهم كثير منكم طلب مني انه اطول شعري اكثر، فيمكن احط اكستنشن. وكمان باخر فيديو راح اعطيكم الابديت عن البوتوكس اللي حطيته على شعري، فلو حابين تعرفوا كل التفاصيل يلا تعالوا معي. وترى وهذا هو اللوك النهائي حبايبي. ايش رايكم بالقصه؟ ايش رايكم بالصبغه؟ ايش رايكم بكل شيء؟ انا اي لاف ات. اكيد بمزح معاكم من زمان من زمان عن الشعر الاشقر وما راح ارجع له ابدا. سو هلا راح ابلش وراح نروح للصالون الحين. يلا تعالوا معي. ترى رجعت لكم حبايبي. حطيت اكستنشن. قولوا لي اول شيء ايش رايكم؟ طولت شعري. لحظه راح اوريكم من ورا. ماريس عجبه الشعر. بلاك بيوتي صراحة كتير حبيت، اعطاني فوليوم اكتر لشعري، شكل تاني. حبيته اكتر لما سواه لي ستريت، بس المهم حابة اغير مشان كده مسوية الويفي اللوك. سو كنت حابة اكملكم الفيديو اليوم بس للأسف في عندي ميتينج كتير مهم، سو قررت انه اكملكم التصوير واحكي لكم عن تجربتي بالبوتوكس وشنو سويت بشعري. حبايبي المفروض اسوي لكم هذا الفيديو اليوم التالي لما روحت للصالون وسويت شعري وحاطت اكستنشن، بس للاسف ما كان عندي وقت، كان في عندي شوت وكان في عندي شغل كتير، فاضطريت انه استنى لمده اسبوع. كثير حبيت الاكستنشن، انتوا ايش رايكم؟ عموما الحين طبعا انا مسشوره شعري لنفسي، ففي فرق طبعا. لما اروح للصالون بيكون السشوار احلى بكثير، بس الحين انا بس مسويها هنا بسرعه بسرعه، فا اتس فاين. بس انتوا ايش رايكم باللوك الجديد؟ سو زي ما وعدتكم من قبل انه راح اعطيكم ابديت عن شعري لما حطيت البوتوكس ولما صبغت شعري، فلو ما شفتوا هذا الفيديو او كنتوا جداد بقناتي روحوا شوفوه، راح اخلي لكم الرابط بصندوق الوصف تحت. حبيت اعطيكم شويه ابديت وكمان حبيت اقول لكم ايجابيات وسلبيات بالنسبه لي. سو خلينا نبلش بالايجابيات. اول شيء حبيته بالبوتوكس انك بتربحي وقتك، بتروحي للشاور تغسلي شعرك بينشف خلاص، يعني ما تحتاجي سشوار، ما تحتاجي شيء، ما تحتاجي حرارة، فبتخلي شعرك انه يرتاح من الحرارة اكثر، وهذا الشيء كثير مهم بالنسبة لي. ليش؟ لانه بكون مشغولة وخاصة مع السفر الشوتس التصوير، فبالنسبة لي هذا الشيء كان كثير مهم وصراحة ارتحت من هاي المسألة نوعا ما. بالنسبة للسلبيات ففي ناس كثيرة بتقول انه هو مضر للشعر، ما راح ادخل في تفاصيل هذا الموضوع، في معلومات كثير بالانترنت، روحوا وسووا السيرش تبعكم. الشيء السلبي من خلال تجربتي هو انه لما نسوي بوتوكس فما بيكون في فوليوم، خلاص يعني شعرك بيصير املس زي كذا. فخلاص انا كنت بحلم بشويه فوليوم، الحين زي ما انتم شايفين خلاص البوتوكس راح. ليش؟ لانه تقريبا صار لي 3 اشهر وانا حطاه فشعري صار اطول، فهنا ما في بوتوكس نهائيا، وهنا تحت شعري فلساته ناعم. طبعا لما تروحي للصالون بيقولوا انه بيضل 6 اشهر، انا ما ضل معي 6 اشهر، ضل تقريبا معي 3 اشهر. راح اكون صريحه معاكم، انا رحت للبحر، سافرت، سبحت بالسويمينج بول، فهذا الشيء مو حلو. لو حابه تحافظي على البوتوكس لمده اطول فلازم تحافظي على شعرك وتهتمي بها اكثر، وانا هذا الشيء صراحه ما سويته يعني بحذافير زي ما بيقولوا. فالشيء الوحيد اللي كنت اسويه انه احط ماسكات، انه استخدم شامبوهات ما فيهاش سولفيت، ما فيهاش مواد كيماويه، هذا الشيء سويته. بس البحر طبعا رحت للبحر واتوقع مشان كده كمان البوتوكس يعني راح. فالمهم ضل معي لمده 3 اشهر بس. ومن بين السلبيات انه ثمنه غالي شوي، فاتوقع انه في الكثير من الناس راح يكون ثمنه غالي بالنسبه لهم، طبعا على حسب الصالون، على حسب البلد اللي انت مسويه فيها بوتوكس،
وانصحكم حبايبي انكم تروحوا للصالون الاصح. ليش؟ لانه لو يكون صاحب الصالون بروفيشنال او الكوافير بروفيشنال هو رح يسوي لك خلطه مناسبه لشكل شعرك، لو كان كثيف لو كان خفيف، فرح يعرف المقاييس اكثر. وانصحكم كمان انكم تستثمروا بهذا الشيء، لانه ما في بنت بدها تروح لصالون وبعدين تخرج او تطلع من دون شعر، صح؟ بشكل عام حبيت تجربة البوتوكس، ممكن اسويها مرة تانية بس ما رح اسويها الحين، ممكن مثلا لما يفوت سنة او ممكن سنتين بعد سنتين ما بعرف، بس يعني اسويها بشكل متواصل فما رح اقدر اسويها، لانه بحب انه شوي شعري يكون يعني يكون فيه كثافة اكتر، والشعر طبيعي طبعا ما في احسن منه، بس احيانا بياخد وقت اكتر. سو حبايبي بس حابة اعطيكم الابديت، وحباكم تستفدوا من تجربتي من البوتوكس، فاللي سواها واللي مرت عليه تجربة مو حلوة او تجربة حلوة يكتب لي كومنت، حابة اسمع تجاربكم. فبليز حبايبي لو حبيتوا الستايل الجديد او اللوك الجديد اكتبوا لي كومنت تحت، لايك للفيديو، وكمان ما تنسوا تشتركوا بالقناة. اشوفكم في الفيديو الجاي، باي.